بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 80. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. تزيين معناه التحسين وإظهار الشيء بالمظهر التي ترغبه النفوس، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يجعل بعض الأشياء فاتنة ومزينة ومزخرفة من أجل أن تميل إليها النفوس الضعيفة قاصرة النظر التي لا تنظر في العواقب، وإنما تنظر إلى المظهر الحاضر دون تأمل لما يؤول إليه ذلك المظهر من العواقب. وقوله الذين كفروا، الكفر ضد الإيمان، وهو في الأصل الجحود، وهو يشمل كفر الجحود والإنكار كالذين ينكرون الرب سبحانه وتعالى وهم الملاحدة والدهرية، وكذلك يكون الكفر بالشرك مع الإقرار بالله عز وجل، فقد يقر بالله عز وجل وأنه الخالق الرازق المحيي المميت متصرف، لكن يشرك معه غيره في العبادة بأن يدعو معه غيره أو يذبح لغيره أو ينذر لغيره، هذا مشرك وهو كافر، لأن العبادة حق لله جل وعلا، فمن أشرك معه فيها غيره فإنه مشرك كافر. وكذلك يكون الكفر بإنكار شيء من ضروريات الدين، كالذي ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصيام رمضان أو وجوب الحج، الذي ينكر شيئا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، هذا يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فالكفر يتنوع، يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل ويكون بالشك، فالكفر يتنوع، والكفر له خصال كثيرة وأنواع كثيرة. فقولها الذين كفروا يشمل كلها هذه الأمور، من كفر بشيء من هذه الأمور أو بغيرها مما يعد كفرا فإنه يدخل في قوله الذين كفر. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، حياة الدنيا، لأن الحياة على ثلاثة أقسام: القسم الأول الحياة الدنيا، والقسم الثاني حياة البرزخ وهي الحياة في القبور، القسم الثالث الحياة في الدار الآخرة، الحياة في الدار الآخرة. وهذه الدور تسمى بالدور الثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ وهو القبر، ودار الآخرة.
والإنسان يتنقل من دار إلى دار إلى أن يستقر في دار القرار وهي الآخرة. فالمؤمنون لا يغترون بهذه الدنيا وإنما ينظرون إلى الآخرة فيعملون لها ويستعدون لها، لأن الله جعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة يستعد فيها المؤمن بالأعمال الصالحة، يتزود من الأعمال الصالحة، لأن دار الدنيا هي دار العمل وليس فيها حساب، ودار الآخرة حساب بلا عمل، ليس في الآخرة عمل وإنما فيها حساب وجزاء على ما عمل الإنسان في هذه الدنيا. فالمؤمن لا يغتر بهذه الدنيا لأنها زائلة عما قريب، ولأنه منتقل منها إلى غيرها، فهو يستعد لنقلته ولسفره فيستفيد من دنياه ويستفيد من آخرته، هذا هو المؤمن. أما الكافر فإنه على العكس، ينظر إلى الدنيا فقط ويسعى لها ولا ينظر إلى الآخرة، لأنه لا يؤمن بها، لا يؤمن بالبعث والنشور ولا يؤمن بالجنة والنار، فليس له هم إلا هذه الدنيا، فينظر إلى زهرتها وينظر إلى زينتها وينسى أنها تزول أو أنه يزول هو عنها، ينسى هذا فيصبح همه هذه الدنيا، يسعى لها ويجمع لها ويتعب لها ويشقى لها، فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، خسر الدنيا لأنها لا تبقى له، وخسر الآخرة لأنه لم يعمل لها. هذا هو الكافر الذي زينت له هذه الدنيا. أما المؤمن فإنه ربح دنياه وربح آخرته، عرف الدنيا أنها دار عمل واستعداد وتزود، فأخذ منها زاده للآخرة، فربح الدنيا والآخرة. الكافر بالعكس، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، ذلك هو الخسران المبين. حتى ولو جمع الدنيا كلها بحذافيرها، لو جمع الملك والسلطان والمال وجمع كل ما في الدنيا فإنه خاسر، لأن الدنيا ليست له، إنما هي معبر وممر ومزرعة، فيخرج منها بدون عمل، فلم يستفد من دنياه وفاتته الآخرة لأنه لم يستعد له. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، وسميت الدنيا لأنها قريبة، والتي بعدها تسمى الآخرة، الدار الآخرة، وتسمى دار القرار. ولم يكتفوا في أنهم الكفار، لم يكتفوا في أنهم انشغلوا بالدنيا واهتموا بها وضيعوا آخرتهم، بل يسخرون من الذين آمنوا ويستهزئون بهم ويقولون هؤلاء مغفلون، يشتغلون لدار مقبلة ويتركون الدار العاجلة التي بين أيديهم، يشتغلون لشيء مستقبل
ويتركون الدار التي بين أيديهم. هؤلاء مساكين، هؤلاء مغفلون، هؤلاء متأخرون، هؤلاء رجعيون، إلى آخر ما يقولون من الألقاب والذم للمؤمنين كما نسمعه الآن ونقرأه الآن من سخرية الكفار بالمؤمنين وتنقص المؤمنين وأنهم قوم لا عقول لهم وأنهم قاصر النظر وأنهم إلى آخره. هذا شأنهم مع، فهم جمعوا بين أمرين. الأمر الأول أنهم زينت لهم الحياة الدنيا واقتصر همهم عليها وضيعوا الآخرة. والأمر الثاني أنهم يسخرون ويستهزئون من عباد الله الذين يعملون للآخرة ويصفونهم بقصر النظر والتغفيل إلى غير ذلك. وهذا كما ذكر الله عنهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يتندرون بالمؤمنين ويتكلمون عند أهلهم، وإذا اجتمعوا في مجالسهم يتندرون من أهل الإيمان، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يتفكهون بالكلام بعباد الله المؤمنين. وإذا رأوهم، إذا رأى الكفار المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، يعنون المؤمنين أنهم ضالون مخطئون، لأنهم لم ينظروا إلى الدنيا التي هم فيها وإنما ينظرون إلى دار أخرى، فهم ضالون يعني مخطئون للصواب. إن هؤلاء أي المؤمنين ضالون عن الصواب، لأنهم ضيعوا ما هم فيه من الدنيا رجاء الآخرة. هذا في نظرهم إنه ضلال. فالله سبحانه وتعالى زين لهم الدنيا وغرهم بها لأنهم كفروا بالله وكفروا بالدار الآخرة، فعاقبهم الله عز وجل في أنهم انحرموا من الآخرة وسيحرمون من الدنيا عما قريب. قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، ويسخرون من الذين آمنوا ويرون أنهم أرفع من المؤمنين وأن المؤمنين في الدرجة السفلى وأن الكفار أعلى منهم منزلة وعقولا وإدراكا إلى غير ذلك، ويسخرون من الذين آمنوا. ثم بين الله سبحانه ما يكون من عاقبة الفريقين وأن الأمر سينعكس عما قريب ينعكس الأمر، فيصبح المؤمنون يسخرون من الذين كفروا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك
ينظرون إلى أعدائهم في الجحيم ويقولون هذه عاقبة هؤلاء الذين آذونا في الدنيا وتنقصونا في الدنيا. وهنا يقول جل وعلا: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الذين اتقوا أي اتقوا عذاب الله واتقوا الدار الآخرة بالأعمال الصالحة هم المؤمنون. ويسخرون من الذين آمنوا. والذين اتقوا وصفهم الله بالإيمان ووصفهم بالتقوى وهي صفات عظيمة، بينما وصف خصومهم بالكفر والعياذ بالله. والذين اتقوا الله عز وجل في هذه الدنيا، اتقوا الله في هذه الدنيا، اتخذوا منها وقاية تقيهم من عذاب الله، تقيهم من النار، وهي الأعمال الصالحة التي قدموها في دنياهم. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوقهم منزلة في الجنة، وهؤلاء في النار، هؤلاء في عليين، وهؤلاء في أسفل سافلين والعياذ بالله. فوقهم في المنزلة، وفوقهم أيضا في القدر، فوقهم في القدر عند الله عز وجل في كرامة وفي عزة عند الله، وهؤلاء في ذلة وفي مهانة. انقلب الأمر وانعكس. فالمؤمنون الذين صبروا في هذه الدنيا وعملوا الصالحات أورثهم الله عز وجل الجنة والكرامة والعزة، وهؤلاء الذين تطاولوا في الدنيا وأعجبوا بها ونسوا الآخرة صاروا هم الخاسرين، صاروا في جهنم خالدين مهانين والعياذ بالله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فإذا رأيت الكفار الآن، رأيت الكفار الآن في نعمة وفي حضارة وفي تقدم صناعي وفي غنى، فاعلم أن هذا استدراج لهم، وأنه سينقلب عما قريب إلى ضده. وإذا رأيت المؤمنين في ضيق وفي شدة وفي قلة يد، قلة مال، لكنهم مؤمنون متقون، فاعلم أن حالهم سيتغير عما قريب، فينقلهم الله من هذه الحالة الضيقة إلى الحالة الواسعة، ينقلهم الله من هذا التعب إلى الراحة الدائمة، ينقلهم الله سبحانه وتعالى من هذه الدنيا وأنكادها وأتعابها، ينقلهم إلى الخلود في جنات النعيم والكرامة التي لا تنقطع. أي الفريقين إذن خير وأحسن عاقبة؟ والعبرة بالعواقب، ليست العبرة بالشيء الحاضر، ولكن العبرة بالعواقب. والعاقل من ينظر في العواقب ولا يقتصر نظره على الأمور الحاضرة، وإنما ينظر في العواقب. فالكفار نظروا في الأمر الحاضر فقط، والمؤمنون نظروا في الأمر العاجل الآجل، نظروا إلى الأمر الآجل والعاقبة. فهم العقلاء وهم المفكرون التفكير الصحيح، وهم الذين استفادوا
من دنياهم وآخرتهم. فهؤلاء في الحقيقة هم الذين ربحوا دنياهم وآخرتهم. ولهذا يقول الله جل وعلا عنهم: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم بما صبرتم. شوف، سلام عليكم بما صبرتم. متى صبروا؟ في الدنيا، صبروا في الدنيا. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار، صارت لهم العاقبة، صارت الدار لهم، دار الآخرة وهي الجنة، نعم دار المتقين والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله جل وعلا يرزق الخلق، يرزق المؤمنين ويرزق الكفار في الدنيا، يرزق المؤمنين ويرزق الكفار في الدنيا. أما في الآخرة فالرزق يقتصر على المؤمنين دون الكفار. فالدنيا الله جل وعلا يعطيها من يحب ومن لا يحب. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فلا تنظر إلى الدنيا وما فيه الكفار من نعيم عاجل ولذة عاجلة. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير، فراش حصير من خوص النخل، ما فوقه شيء ولا وقات، الرسول أفضل الخلق نائم على حصير، قد أثر في جنبه، أثر الحصير في جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر رضي الله عنه لما رآه كذلك، فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: ملوك كسرى وقيصر ينامون على الديباج والسرر وأنت تنام على الحصير. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. فلئن فات المؤمنين في الدنيا شيء أو كثير من الرفاهية ومن الملذات فإن الله يعوضهم عنها في الآخرة. والله جل وعلا حكيم عليم، زوى عنهم الدنيا لئلا تفتنهم ولئلا تشغلهم ولئلا تطغيهم. الله حكيم في أنه يجعل المؤمنين في الدنيا في فقر وفي حاجة وفي قلة من العيش لئلا تشغلهم الدنيا ويغتروا بها ويتكبروا بها. وهو حكيم في إعطائه الكفار ثروة الدنيا من أجل أن يغتروا ويبطروا ويكفروا نعمة الله عز وجل، يكفروا نعمة الله فتحل عليهم نقمته عز وجل. ثم قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة. كان الناس يعني بنو، كان الناس يعني بني آدم، هم الناس، كانوا أمة أي جماعة واحدة على الدين على التوحيد، لأن الله خلق الخلق لعبادته
خلق الخلق لعبادته، وكان أول الخلق كانوا على العبادة على التوحيد أمة واحدة مجتمعين من آدم عليه السلام إلى عهد نوح عليه السلام 10 قرون، كما قال ابن عباس كعشرة قرون بين آدم ونوح كلهم على التوحيد على دين أبيهم آدم عليه السلام 10 قرون، أي 1000 سنة كانوا على التوحيد، لم يحدث فيهم شرك. وهذا فيه دليل على أنه لا يجمع الناس إلا عقيدة التوحيد، لا يجمع الناس إلا عقيدة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن الشرك يفرق الناس ويشتت الناس ويفسد المجتمعات، أما التوحيد فإنه يجمع الكلمة ويوحد الصف وينشر في الناس المحبة فيما بينهم والتآخي فيما بينهم. كان الناس أمة واحدة، لماذا كانوا أمة واحدة؟ لأنهم كانوا على التوحيد على دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام أمة واحدة، كما قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال العلماء الكلام فيه تقدير، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا بعد ذلك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كما تدل عليه الآية الأخرى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فالآية فيها تقدير، بل إنه جاء في بعض القراءات كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. فلما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ومتى كان ذلك؟ هذا في عهد قوم نوح. كان قوم نوح مستمرين على التوحيد على دين أبيهم آدم، وكان فيهم أناس صالحون وعلماء أتقياء يقتدون بهم، فمات هؤلاء الصالحون في عام واحد، فحزنوا عليهم حزنا شديدا وفقدوهم شيطان، وقال لهم صوروا صور هؤلاء الصالحين وانصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا حالتهم، إذا نظرتم إلى الصور تتذكرون حالة المصورين هؤلاء تنشطون على العبادة. جاءهم من قبيل النصيحة لهم وهو الغاش الخائن، فأطاعوه صوروا صور هؤلاء ونصبوها على مجالسهم ليتذكروا العبادة، هذا قصدهم. ثم هلك هذا الجيل، هذا الجيل الذين صوروا الصور هلكوا، وجاء بعدهم جيل آخر. هلك الجيل الأول الصالحون الذين نصبوا الصور بقصد حسن ولم يشركوا بالله عز وجل. ثم لما مات هذا الجيل ومات العلماء، مات علماؤهم وجاء جيل جهال ليس فيهم علماء، جاءهم الشيطان مرة ثانية وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر، زين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله، فحدث الشرك في الأرض من هذا التاريخ، حدث الشرك في الأرض من هذا التاريخ بعد آدم عليه الصلاة والسلام، وسببه الصور،
سببه الصور المنصوبة التي أوحى إليهم الشيطان بنصبها، وهو له بذلك غرض قبيح ومقصد فاسد، لكنه ما أظهره للأولين لأن فيهم علماء يقاومون هذا الشيء. فلما مات العلماء جاء إلى الجهال من بعدهم وقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها ويستغيثوا بها وبها يسقون المطر، زين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله، فحينئذ حدث الشرك في الأرض، فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى أن يرجعوا إلى التوحيد، إلى دين أبيهم آدم عليه السلام، وينهاهم عن الشرك، لكنهم أصروا واستكبروا استكبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه أسماء الصالحين الذين صوروا هذه الصور عليهم، هذه أسماءهم، قالوا لا تذرون هذه الصور التي هي على صور الصالحين، ولا تطيعوا هذا الرجل الذي ينهاكم وهو نوح عليه الصلاة والسلام، وما آمن مع نوح إلا قليل والأكثر أبوا، بقي فيهم لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، حتى أنزل الله عليه قوله إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فحينئذ دعا عليهم فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله دعوته وأرسل عليهم الطوفان وهو الماء الغرق، السماء أمطرت عليهم بماء منهمر، والأرض نبعت عيون، حتى التنور الذي كان يوقد بالنار صار يفور بالماء، فالأرض من تحتهم تنبع بالماء والسماء من فوقهم يهطل بالمطر، التقى الماء، ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، حتى على رؤوس الجبال، وحتى أغرقهم الله عن آخرهم، ولم ينجو إلا نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة، لم ينجو إلا نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة، وأهلكهم الله سبحانه وتعالى. هذه قصة حدوث الشرك في الأرض، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين بداية بنوح عليه الصلاة والسلام، ثم جاء قوم إبراهيم، جاء قوم إبراهيم فصوروا أو نحتوا التماثيل وصاروا يعبدونها من دون الله عز وجل، ينحتون التماثيل يزينونها بأيديهم، يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها، هذا من العجب، هذا من العجب ومن الانتكاس والعياذ بالله ومن ذهاب العقول، فهم يصنعونها بأيديهم ثم يعبدونها ويتخذونها آلهة، أتعبدون ما تنحتون؟ سبحان الله، أين العقول؟ أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في وقت ذهابهم لعيدهم ذهب إلى الأصنام وكسرها بيده عليه الصلاة والسلام، فحينئذ ثارت ثائرتهم واشتد غيظهم عليه، فأوقدوا له نارا عظيمة وأرادوا أن يحرقوه فيها، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم
فجمعوا حطبا عظيما وأوقدوا نارا عظيمة ولم يستطيعوا أن يقربوها لشدة حرها، فجاءوا بالمنجنيق وهو آلة قاذفة، فوضعوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنجنيق ثم قذفوه إلى النار. فالله جل وعلا قال: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، ولم تضره شيئا، ونجاه الله منهم، وهاجر من أرضهم إلى أرض الشام، وجاء ببعض عائلته إلى مكة المكرمة. هذا قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعا إلى التوحيد وإلى ترك عبادة التماثيل من دون الله عز وجل، وكانت العاقبة له والنجاة له ولمن اتبعه، والهلاك لمن خالفه. فبقي الناس في خصوصا في أرض الحجاز على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودين إسماعيل وهو التوحيد، بقوا على دين التوحيد في أرض الحجاز وفي أرض الشام، إلى أن جاء ملك يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، ملك في الحجاز، وكان متعبدا ناسكا، ولكنه ذهب إلى الشام للعلاج فوجدهم يعبدون الأصنام، فدخل في قلبه حب الأصنام واعتنق مذهب الشرك، ورجع إلى قومه فدعاهم إلى الشرك وجلب لهم الأصنام من أرض الشام وأمرهم بعبادتها، فحدث الشرك في أرض الحجاز وفي أرض الحرم بسبب هذا الطاغية الطاغوت عمرو بن لحي الخزاعي. ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما أراه الله النار، رأى عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه والعياذ بالله، لأنه أول من غير دين إبراهيم وأول من سيب السوائب. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر أمعاءه والعياذ بالله، فحدث الشرك. ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم في أرض الحجاز فدعا إلى التوحيد ودعا إلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي تركوها وانحرفوا عنها، فالله جل وعلا أعاد بمحمد صلى الله عليه وسلم عقيدة التوحيد التي هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وانتشر الإسلام والتوحيد ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وبقي التوحيد ظاهرا في عصر الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده القرون المفضلة، والتوحيد ظاهر والعقيدة صافية حتى جاء ما بعد القرون المفضلة الأربعة، حينئذ لما بنيت المساجد على القبور في بلاد المسلمين، لما بنيت المساجد والمشاهد على قبور المسلمين على قبور الصالحين، لما بنيت الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إن من كان قبلكم كانوا يبنون المساجد على القبور، أو قال عليه الصلاة والسلام: كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال وهو في سياق الموت: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في الصالحين وبناء المساجد على قبورهم سداً لذريعة الشرك، لكن ما قدره الله فسوف يكون. فلما مضى عهد القرون المفضلة جاءت طوائف من أهل الضلال تدعي الإسلام وبنت القبور وبنت المساجد على القبور، أحينئذ حدث الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا يذبحون للقبور وينذرون للقبور ويطوفون بالقبور، وهذا ظاهر معروف ما هو بخفي،
من ذهب منكم إلى خارج هذه البلاد يشوف هذا، يشوف القبور وما يجري حولها من الشرك الأكبر والعياذ بالله. الحاصل أن هذا معنى قوله تعالى كان الناس أمة واحدة. الناس ما يكونون أمة واحدة إلا على التوحيد أبدا، فإذا حصل الشرك تفرقت الأمة وكل صار يتبع ما يعبده من دون الله عز وجل. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، هذه مهمة الأنبياء، يبشرون أهل الإيمان بالجنة والسعادة وينذرون أهل الشرك والكفر بالنار والعذاب، هذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب أي الكتب، فكل نبي ينزل الله عليه الكتاب لقومه يدعوهم إلى الله ويأمرهم باتباع الكتاب الذي هو شريعة الله جل وعلا. أنزل على موسى التوراة، وأنزل على عيسى الإنجيل، وأنزل على داود الزبور، وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو أعظم الكتب والذي هو مهيمن على الكتب والذي نسخ الله به الكتب وهو لا ينسخ إلى أن تقوم الساعة. وأنزل معهم الكتاب، أنزل الكتاب لماذا؟ لأجل يقرأ فقط ويترنم به لا، أنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذه الحكمة من إنزال الكتاب، والمقصود من إنزال الكتاب أنه يحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه. فالله لم يكلنا إلى عقولنا أو إلى اجتهاداتنا أو إلى آرائنا، وإنما أنزل علينا الكتاب الذي يحكم الخلاف بيننا. ولهذا قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. الخلاف يبي يحصل، طبيعة البشرية لا بد يحصل الخلاف، لكن يجب الرجوع لإنهاء الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان معه الدليل وجب الأخذ به، ومن كان مخالفا للدليل وجب رفضه وتركه. فليس الحكم لفلان ولا لفلان، وإنما الحكم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز التحاكم إلى القوانين، ولا يجوز التحاكم إلى العادات القبلية والأعراف القبلية، ولا يجوز التحاكم إلى قواعد المنطق وعلم الكلام والعلوم العقلية، وإنما التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله في كل خلاف. خلاف في العقيدة الحكم فيه لكتاب الله وسنة رسوله، خلاف في العبادة الحكم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله، خلاف في الأموال والخصومات الحكم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلاف في المناهج الدعوية الرجوع فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما لم نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله فسيبقى الخلاف والنزاع والشقاق والضلال. لا ينهي هذه الأمور إلا الحكم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا، فيما عام هذا أي اختلاف يرجع فيه إلى الكتاب والسنة فيما اختلفوا فيه. ثم قال جل وعلا وما اختلف فيه أي في الكتاب إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات وهم اليهود والنصارى، اختلفوا والعياذ بالله والكتاب بين أيديهم، تبعوا أهواءهم
اتبعوا أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هم الذين اختلفوا في كتاب الله عز وجل، التوراة والإنجيل والقرآن، لم يحكموا كتاب الله وإنما حكموا أحبارهم ورهبانهم وأهواءهم وشهواتهم. فلنحذر من طريقة اليهود والنصارى أن نعرض عن كتاب الله ونتحاكم إلى غيره، فيكون ما تكون حالتنا مثل حالتهم والعياذ بالله. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، أي الحجج الواضحة. ما السبب الذي حملهم على مخالفة الكتاب؟ بغيا بينهم، بغيا بينهم، البغي هو الذي حملهم على هذا، الهوى الذي حملهم على هذا، اتباع أهوائهم، اتباع رغباتهم وشهواتهم، لا يريدون الحق وإنما يريدون أن ينتصروا لما هم عليه من المذاهب والمقالات، وهذا شأن أهل الضلال في كل زمان ومكان، بغيا بينهم. والبغي هو التعدي، هو التعدي على عباد الله عز وجل، ما يريدون الحكم بما أنزل الله، لأن الحكم عدل، وهم الحكم بما أنزل الله عدل، وهم لا يريدون العدل، يريدون البغي والظلم والعدوان والعياذ بالله، يريدون ما يبرر ما هم عليه من الهوى والضلال، ما يسوغ لهم ما هم عليه، ما يبيح لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال، يريدون هذا هم. فلنحذر من هؤلاء. ولهذا قال جل وعلا: فهدى الله الذين آمنوا، وهم هذه الأمة، هداهم الله لما اختلفوا فيه، اختلف فيه اليهود والنصارى. اليهود والنصارى اختلفوا في الجمعة، في يوم الجمعة، الله جل وعلا فرض على الأمم يوما من الأسبوع يتفرغون فيه للعبادة والصلاة، فاليهود اختاروا يوم السبت، يقولون لأن الله استراح فيه، لأن يوم السبت انتهى فيه الخلق، الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، يوم الجمعة تكامل الخلق، يوم السبت ما في خلق، اختاره اليهود يزعمون أن الله استراح فيه، تعالى الله عما يقولون، يعني كأن الله تعب من الخلق فاستراح يوم السبت. ولهذا قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، واللغوب هو التعب، هذا رد على من؟ على اليهود الذين يقولون إن الله تعب واستراح يوم السبت، فهم اختاروا يوم السبت لهذا الزعم الفاسد والعياذ بالله. النصارى اختاروا يوم الأحد، قالوا لأنه هو أول يوم بدأ فيه الخلق، أول يوم بدأ فيه الخلق، اختاروا يوم الأحد لعبادتهم. جاء الله بهذه الأمة واختار لها يوم الجمعة، اختاره لها لهذه الأمة الذي هو اليوم المناسب الذي اختاره الله سبحانه وتعالى، يوم الجمعة أفضل الأيام وسيد الأيام، لأنه اجتمع فيه الخلق، ولأنه فيه خلق آدم، فيه خلق آدم في يوم الجمعة، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة في يوم الجمعة، فهو اليوم العظيم الذي تحدث فيه الأحداث العظيمة، اختار الله لهذه الأمة هذا اليوم العظيم يوم الجمعة. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، هذا في الجمعة. كذلك القبلة، النصارى يستقبلون المشرق في الصلاة، اليهود يستقبلون بيت المقدس الصلاة، هذه الأمة اختار الله لها استقبال الكعبة المشرفة التي هي أول بيت وضع للناس، والتي هي قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اختار لها القبلة العظيمة التي هي قبلة إبراهيم،
والتي هي أول بيت وضع للناس، لأن بيت المقدس إنما بني بعد المسجد الحرام، فأول بيت هو الكعبة المشرفة، وهي قبلة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اختارها الله لنا. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. اختلف اليهود والنصارى أيضا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فاليهود لعنهم الله يقولون إنه ولد بغي، إن عيسى ولد بغي يعني ولد زنا، وينكرون رسالته. النصارى على العكس غلوا فيه حتى جعلوه هو الله أو ثالث ثلاثة أو هو ابن الله، طرفا نقيض. اليهود احتقروه وتنقصوه وجحدوا رسالته، النصارى غلوا فيه ورفعوه فوق منزلته. هذه الأمة توسطت في عيسى عليه السلام، اعتقدت أنه عبد الله ورسوله، كما قال هو عن نفسه عليه الصلاة والسلام، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. هو عبد الله وليس هو الله كما تقوله النصارى، وليس هو ولد بغي كما تقوله اليهود، ولكنه كلمة الله وروح الله. نعم خلقه الله بلا أب، الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء أن يخلق بشرا من غير أب، كما أنه خلق آدم من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، فآدم خلق من بدون أم وبدون أب. الذي خلق آدم بدون أم ولا أب ألا يقدر على أن يخلق بشرا من أم بلا أب؟ الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فهذه اختلافات، أو هذه أهم أو من أهم اختلافات اليهود والنصارى، وما هدى الله هذه الأمة كما قال تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي بعلمه وشرعه سبحانه وتعالى. ثم قال: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية بيد الله عز وجل، هداية القلوب والتوفيق للإيمان هذا بيد الله، لا يقدر عليه إلا الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا إكراه في الدين، ما أحد يكره أحد على أنه يؤمن بقلبه، هذا بيد الله سبحانه وتعالى أبدا. لو يجتمعون على الأرض يلزمون واحد أنه يؤمن بقلبه، ما يستطيعون، لا يقدر على إيجاد الإيمان في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاة الليل حينما يقوم لصلاة الليل، فيقول: اللهم رب جبرائيل، بعد تكبيرة الإحرام يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. من هذه الآية الكريمة ودعا به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم جنبنا طريق أصحاب الجحيم، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واكفنا شره، إنك على كل شيء قدير. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شرارنا،
ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. آمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. آمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. آمين. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة والجلساء الصالحين. آمين. اللهم أبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين. آمين. والجلساء الفاسدين. آمين. يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: جئت من عمان وأريد أن أعتمر عن عمي، هل يجوز لي ذلك؟ إن كان عمك حيا على قيد الحياة ولم يؤدي عمرة الإسلام فإنه يجب عليه أن يأتي هو ويعتمر، إلا أن يكون عاجزا عجزا مستمرا لا يقدر على المجيء في الحال ولا في المستقبل، حينئذ يوكلك وتؤدي عنه عمرة الإسلام.